تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية الآذرية مزيدا من التوثيق والقوة عكس ذلك حجم التبادل التجاري بين البلدين ومع مرور ثلاثين عاما من العلاقات المصرية الآذرية يستمر دعم العلاقات التجارية بين القاهرة وباكو بما يعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين العلاقات الاقتصادية المصرية الأذربيجانية تشهد مزيدا من التوثيق والقوه ترجمه للعلاقات الاخويه القويه التي تربط القياده السياسيه بالدولتين بما ينعكس ايجابيا لصالح الشعبين التعاون المشترك بين البلدين يشمل العديد من القطاعات الاقتصاديه ما يخلق الفرص الاستثماريه في مجالات عده منها البترول الغاز الطاقات الخضراء في مصر اضافه الى امكانيه تبادل الخبرات بين الجانبين بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان 42.4 مليون دولار في عام 2021، و4.1 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وفي العام الماضي تم اغتنام العلاقات السياسية القوية بين مصر وأذربيجان، لتنعكس في التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بين البلدين. حيث ظهرت في نتائج اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك الذي تم تنظيمه في إطار فعاليتها ما نتج عن الدورة الخامسة من اللجنة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني توقيع خمس وثائق تعاون بالعديد من القطاعات ومع مرور ثلاثين عاما من العلاقات المصرية الأذربيجانية والتي تعتبر مثالية وتحتذى في العلاقات الدولية يستمر الدعم للعلاقات التجاريه بين القاهره وباكو ما يعزز الروابط الاقتصاديه بين البلدين